إلى النشرة الصحية من الميادين، والبداية مع العناوين. الخناق الكاذب، تورم يخلفه أوميكرون في حناجر الأطفال المصابين بالفيروس ويهدد حياتهم. هبوط القلب، مرض مزمن يفقد القلب قدرته على ضخ الدم لأجزاء الجسم بكفاءة، كيف نتحكم بأعراضه؟ منسوب البحار حول الولايات المتحدة سيرتفع 30 سنتيمترا حتى عام 2050 بسبب التغير المناخي. أهلا بكم. عند إصابة الأطفال بمتحوري أوميكرون يلاحظ لديهم تورم في الحنجرة يسمى الخناق الكاذب، ما يهدد حياتهم. هذا ما أعلنه علماء جامعة كولورادو الأمريكية، وأضافوا أن أوميكرون يتكاثر بنشاط في الشعب الهوائية الموصلة، ما قد يزيد من خطر إصابة الأطفال بالخناق بسبب صغر قطر الشعب الهوائية لديهم. وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراستهم بيانات الأطفال الذين رقدوا في المستشفيات الأمريكية بسبب إصابتهم بالفيروس وشعورهم بالاختناق. كشفت أكبر دراسة من نوعها أن الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول مبالغ فيها وأقل شيوعا بكثير مما كان يعتقد. اختصاصيون في أمراض القلب من جامعة لودز الطبية في بولندا قالوا إنهم أجروا مراجعة ل 170 دراسة حالية تضم 4 ملايين شخص، أظهرت أن العقاقير المخفضة أو المخفضة للكوليسترول يمكن استخدامها بأمان لدى معظم المرضى، ونصحت بالاستمرار في تناول العقاقير وفقا للجرعة الموصوفة ومناقشة أي أثر جانبي مع طبيبهم بدلا من التوقف عن تناول الدواء. توقعت دراسة أجرتها الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن ترتفع مستويات مياه البحار حول الولايات المتحدة نحو 30 سنتيمترا بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ. وتقول الدراسة أن زيادة في الارتفاع هي بالقدر نفسه الذي ارتفعت فيه القرن الماضي، كما توقعت أن تزيد الفيضانات المدمرة للشواطئ 10 مرات في غضون 30 عاما. في مقالة جينا ماكارثي مستشارة الرئيس جو بايدن للمناخ، إن هذه البيانات الجديدة هي أحدث تأكيد على رفع راية الخطر الحمراء بشأن أزمة المناخ. إلى الملف الطبي. هبوط القلب الذي يعرف أحيانا باسم فشل القلب الاحتقاني، مرض يترجم بعدم ضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي، ما يؤدي إلى أعراض قد تكون طفيفة أو حادة بحسب اختلاف الأشخاص والتشخيص. نتعرف إلى هذا المرض في التقرير التالي. عندما يعجز القلب عن ضخ الدم إلى أجزاء الجسم بكفاءة فأنت مصاب بهبوط القلب. هو مرض مزمن قد يصيب الإنسان في أي عمر، إلا أنه أكثر شيوعاً بين كبار السن. يزداد مرض هبوط القلب سوءاً بمرور الزمن، حيث لا يمكن علاجه، ولكن يمكن التحكم بأعراضه. يسمى المرض بهبوط القلب الحاد عندما تحدث الأعراض بصورة مفاجئة وسريعة، أما عندما تظهر الأعراض بشكل تدريجي على مدى أسابيع أو أشهر فيسمى بهبوط القلب المزمن. نجد العديد من المشكلات والأمراض التي قد تؤدي إلى هبوط القلب، وفي أبرزها أمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة، كما أن بعض الأدوية قد يؤدي إلى المرض، ومنها أدوية العلاج الكيميائي للسرطان. أما العوارض التي قد تدل على هبوط القلب فتختلف من شخص لآخر، ونذكر من الأعراض الرئيسية الشعور في صعوبة بالتنفس والشعور بالإرهاق بشكل مستمر وتسارع ضربة القلب والدوخة.
يمكن تشخيص هذا المرض عبر الفحص الجسدي أو ما يسمى بمخطط صدى القلب، إلى جانب التصوير بالأشعة السينية والمسح النووي، فيما يعتمد العلاج على شدة الأعراض، حيث يرتكز على طريقتين: العلاج بالأدوية، وهو خيار المراحل الأولى التي قد تسهم في تخفيف الأعراض ومنع تدهور الحالة، أو العلاج عن طريق الجراحة، وهو الخيار الذي يتم اللجوء إليه في المراحل المتقدمة من المرض. ينضم إلينا من ميشيغان اختصاصي أمراض القلب والشرايين الدكتور وليد الدغمي. أهلا بك دكتور وليد في هذه النشرة الصحية. إذن نتحدث الآن عن فشل القلب الاحتقاني المعروف بهبوط القلب، وكنا نستمع لهذا التقرير، ولكن أريد منك دكتور أن تعرف لنا بشكل علمي أكثر هذا المرض. أهلا وسهلا. هبوط القلب هو عدم قدرة القلب على ضخ الدم بطريقة صحيحة وبكفاءة، بحيث أنه أعضاء وأنسجة الجسم تتلقى كمية كافية من الدم والأكسجين. يمكن أن ننظر لهذا المرض بعدة طرق. ممكن أن يكون هبوط القلب مزمن، أو ممكن أن يكون حاد ومفاجئ، كما يمكن أن ننظر له بحسب مسبباته. ممكن يكون هبوط قلب ناتج عن هبوط القلب الأيسر، حيث هناك ضعف أو تيبس في عمل البطين الأيسر للقلب، وهناك أيضا هبوط القلب الأيمن ناتج عن مشكلة في البطين الأيمن. نعم دكتور، إذا أردنا أن نتحدث عنه المزمن والمفاجئ وحتى الضعف بالبطين الأيمن والأيسر، يعني ما الفروق بينهم؟ ما الفرق بين التدريجي والحاد المفاجئ مثلا؟ مرض هبوط القلب المزمن هو عادة نتيجة عدة عوامل. بشكل عام هبوط القلب له عدة مسببات. أول هذه المسببات هي تصلب الشرايين التاجية وحدوث جلطات القلب، مما يؤدي إلى ضعف عضلة القلب، عضلة القلب البطين الأيسر أو البطين الأيمن. هناك ناس أو مرضى عندهم مشكلة بصمامات القلب، وهي ما تتحكم بحركة الدم بين غرف القلب المختلفة. هناك مرضى عندهم عوامل وراثية أو ما نسميها genetic disorders، حيث عندهم ضعف في عضلة القلب نفسها. هذه العوامل الوراثية دكتور، اسمح لي، آسف على المقاطعة، هذه العوامل الوراثية تظهر منذ الصغر أم على كبر يعني؟ معظمها تظهر. هناك مرضى يعانون من ضعف في عضلة القلب منذ الصغر، ولكن هناك مرضى أيضا تظهر في عمر متوسط بين الأعمار 20 إلى 40 سنة. نعم. طيب دكتور، إذا أردنا أن نتحدث أيضا ونستكمل الحديث عن فشل القلب الاحتقاني أو هبوط القلب المزمن والحاد، أيهما أخطر؟ هبوط القلب المفاجئ هو خطير جدا، ينتج عنه تراكم السوائل في الجسم خاصة في الرئتين، مما ينتج عنه ضيق حاد في التنفس، ألم في الصدر، اضطرابات في انتظام عضلة القلب. أما المرض المزمن، معظم المرضى بهبوط القلب بيأخذوا عدد معين من العلاجات، وممكن أنهم يتعايشوا مع هذا المرض. طيب دكتور، أيضا يعني متى يجب أن نزور الطبيب وأن نقلق أنه من الممكن أن يكون لدينا مشكلة في عضلة القلب؟ هناك عدة أعراض، هذا سؤال جميل بالفعل. منها ضيق التنفس، ألم الصدر خاصة مع الجهد، ضعف في القدرة على التمارين الرياضية أو على الجهد، إذا كان هناك تجمع للسوائل في القدمين، إذا كان هناك غثيان وقلة في الشهية أو زيادة في الوزن خلال فترة قصيرة، السعال المتكرر بدون معرفة واضحة للسبب، لسبب هذا السعال،
هذه كلها أعراض يجب أن ينتبه لها المريض وتجعلنا نشك في هبوط للقلب. طيب، هل هناك عوامل خطر نعم، للإصابة هناك به؟ عوامل خطر طبعا لأمراض القلب بشكل عام، منها التدخين، المشروبات الكحولية. هناك مرض هبوط قلب ناتج عن الإفراط في المشروبات الكحولية. هناك مرض تصلب الشرايين التاجية، وعوامل الخطر معروفة للجميع: ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول، قلة التمارين والرياضة، وزيادة الوزن. فهذه كلها عوامل خطورة قد تؤدي في النهاية إلى تصلب الشرايين التاجية، مما ينتج عنه جلطات دموية وضعف في عضلة القلب. طيب، من يصاب بهبوط القلب المزمن دكتور، يعني يستطيع أن يتعايش معه لفترات طويلة؟ في خلال 20 أو 30 سنة الماضية بالفعل تطورت العلاجات لمرضى القلب، وهناك الملايين من المرضى حول العالم يعانون من هبوط القلب المزمن ويتعايشوا مع هذا المرض بأخذ العلاجات. وهناك عدة طرق لعلاج هبوط القلب، منها العلاجات باستخدام أجهزة منظمة لعضلة القلب اللي هي البيس ميكرز أو الديفيبريليترز، وفي عندنا كمان علاجات بالجراحة. وعادة عندما نشخص مريض بهبوط القلب نحاول أن نعالج أي سبب يساهم في ضعف عضلة القلب، بتصليح مشاكل التضيقات في الشرايين التاجية، علاج الصمامات إذا كان هناك مشكلة في صمامات القلب. نعم. طب دكتور، تحدثت أيضا عن البطين الأيمن والأيسر وأنه ممكن يكون في فشل في أحدهما، هل هناك فرق بين الإصابة بفشل البطين الأيمن والأيسر؟ هناك فروقات أو تختلف درجة الخطورة أم أنه الإصابة متشابهة؟ المرض الشائع هو هبوط القلب الناتج عن ضعف في أو تيبس في عضلة البطين الأيسر. معظم المرضى يكون عندهم أعراض ضيق التنفس والسعال. عادة مرضى الفشل القلب الناتج عن ضعف في العضلة اليمنى يظهر لنا بتجمع السوائل في القدمين وفي البطن. فهذه هي الفروقات بشكل عام. بشكل عام مرض القلب، فشل القلب الأيمن أكبر مسبب له هو فشل القلب الأيسر. فدائما بيسموه secondary reason، يعني سبب ثاني لفشل القلب الأيمن هو الفشل القلب الأيسر. طيب دكتور، الهبوط المفاجئ الحاد في حال حدوثه، هل هناك علامات يعني تدلنا أنه يجب أن نذهب فورا إلى المستشفى أو نطلب المساعدة؟ وكيف يمكن إجراء إسعافات أولية لشخص أمامنا ربما لديه هذه الأعراض تدل على الهبوط المفاجئ؟ أهم الأعراض هي ضيق التنفس المفاجئ وألم في الصدر. ممكن نفس المريض يشكو من تجمع السوائل في البطن أو في القدمين. أهم المعالجات هي توفير الأكسجين للمريض لرفع نسبة الأكسجين في الدم. إذا كان المريض يعاني من وجع في الصدر أو نحن نشك في تصلب في الشرايين التاجية أو جلطات القلبية، الأسبرين يجب أن يقدم بسرعة للمريض، ويجب أن نذهب بالمريض لغرفة الطوارئ بالسرعة الممكنة، لأنه معظم هذول المرضى بحاجة لمعالجات في غرفة الطوارئ أو في المستشفى. طيب دكتور، هل هناك فرق بين هبوط القلب واعتلال عضلة القلب؟ اعتلال عضلة القلب كان ينتج عن عدة أسباب، ولكن الأعراض التي تمثل الفشل القلب أو هبوط القلب قد لا تظهر في البداية. هناك معامل يسمى الكسر القذفي يقيس قوة عضلة القلب، ففي البداية يمكن أن تقل عضلة القلب قليلا ولا يشعر المريض بأي أعراض حتى تصل إلى درجة معينة
وعندها تضعف عضلة القلب بطريقة يظهر فيها الهبوط القلب. طب دكتور، بالنسبة للأطفال، يعني تحدثت إنه ممكن إنه يصيب الأطفال، ولكن إذا كانت هناك عوامل وراثية، هل هناك عوامل أخرى ممكن أن تؤدي إلى إصابة الأطفال؟ وكيف للأهل أن يأخذوا حذرهم وينتبهوا إلى وجود مؤشرات على مشكلة في القلب لدى أطفالهم؟ في الأطفال يجب أن ننتبه إلى فقدان الشهية وقلة الوزن، انتفاخ في القدمين، انتفاخ في البطن، ضيق في التنفس، عدم قدرة الطفل على اللعب ومجاراة زملائه بسبب ضيق في التنفس. معظم الأمراض التي تسبب هبوط في القلب في الأطفال هي ناتج عن تشوهات خلقية ولدوا فيها، أو ضعف عضلة القلب نفسها ناتج عن عوامل وراثية. طيب، هناك أيضا عوامل أخرى ربما، يعني عندما نتحدث أن التدخين، المشروبات الكحولية وهذه الأمور من المسببات بطبيعة الحال، التدخين السلبي في المنزل الذي يوجد فيه أطفال مثلا، هل يمكن أن يؤثر على الأطفال وعلى هذا المرض بعد يعني سنين؟ التهوية السيئة في بعض المنازل ربما، التوتر في أجواء المنزل، الغضب، الخوف، هذه الأمور إلى أي مدى أيضا من الممكن أن تؤدي إلى حدوث هذا المرض؟ لا يمكن أن نغفل التدخين السلبي، وأنا سعيد أنك أثرت هذه النقطة. التدخين السلبي سيء جدا للأطفال، وفي بعض الدراسات عندما يموت الأطفال بسبب الغرق فرضا أو بسبب حوادث السيارات ونجري عليهم تشريح، نجد تكون تكلسات وتضيق في الشرايين في عمر صغير للغاية، وهذا ناتج عن عوامل السمنة، عوامل قلة الحركة لدى الأطفال، والتدخين السلبي من الآباء والأمهات في أماكن مغلقة. عوامل الضغط النفسي والسترس بشكل عام عوامل مهمة جدا، قد تسبب في ضعف عضلة القلب المفاجئ في بعض المرضى، وقد يؤدي إلى سوء حالتهم إذا كانوا لا يستطيعوا مجاراة هذه العوامل النفسية والضغط النفسي. طيب دكتور، ما هي النصائح التي تقدمها للمشاهدين للوقاية من الإصابة بهذا المرض؟ والله بشكل عام يعني هي النصائح العامة التي نقدمها للحفاظ على عضلة القلب بشكل عام: الابتعاد عن التدخين، زيادة التمارين الرياضية والحركة. نحن ننصح مرضانا بالحركة والمشي 30 إلى 45 دقيقة 5 أيام في الأسبوع. ننصحهم بمراقبة الوزن، اتباع الحمية، واتباع أخذ العلاجات إذا كان عندهم مرض ارتفاع ضغط الدم، الانتباه لعلاج السكري، الانتباه لارتفاع الكوليسترول، مراجعة الطبيب على الأقل مرة في السنة للتأكد من هذه العوامل وإخضاعها للسيطرة بالعلاجات أو بتغيير طريقة الحياة. نعم دكتور، يعني أنت تحدثت عن ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، يعني أفهم منك أن هناك أمراض مزمنة تؤدي إلى حدوث هبوط القلب أيضا؟ نعم، من أهم عوامل هبوط القلب في المرضى كبار السن هو ضغط الدم الذي لم يشخص، أو شخص ولم يعالج، أو عولج ولم يتم التحكم بضغط الدم بطريقة صحيحة. فضغط الدم المرتفع هو من أهم أسباب تيبس عضلة القلب في البطين الأيسر، مما ينتج عنه ضعف في عضلة القلب وبالتالي هبوط القلب. نعم، فمرض ضغط الدم من العوامل المهمة جدا للغاية. إذا دكتور، منظمة الصحة العالمية تقول إنه أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي، تشكل 16% من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وأيضا تقول بإنه ما يقارب من 9 ملايين حالة وفاة حدثت بسبب أمراض القلب في عام 2019. نعم، هذا صحيح، ومرضى هبوط القلب أعدادهم في تزايد لأنهم يعيشون فترات أطول بسبب تقدم العلاجات لمرضى هبوط القلب،
وتقدم العلاجات خاصة في مجال أمراض تصلب الشرايين التاجية. نعم، كل الشكر. فيتوقع مثلا في الولايات المتحدة خلال السنين القادمة أن يزيد عدد مرضى هبوط القلب عن 5 ملايين مريض. نعم، كل الشكر لك الدكتور وليد الدغمي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين، كنت معنا من ولاية ميشيغان الأمريكية. إلى هنا تنتهي النشرة الصحية لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.